وهن ماشيين في على الطريق ابتدأوا يهنوا يبصقوا عليه يضربوه ولما وصل عند بيت قيافة اللي هو على طرف جبل صهيون قريب من وادي بن هنوم وهناك ابتدأ طبعا ما يسمى المحاكمة الدينية وراح وقف أول شيء أمام حنان حنان أقال اقالت الحكومه الرومانيه اليس عجبا احبائي الرئيس الكهني لا يعين رئيس الكهني المفروض يكون كاهن الى الابد يعني كل فتره حياته لكن هذا ان دل على شيء بدل على الفساد انه كانت الحكومه الرومانيه تقيل وتعزل وتنصب اللي بدها طبعا فطبعا اقالت حنان لانه كان فاسد وحطت طبعا في عنده أولاده الخمسة كانوا رؤساء كهنة وفي فترة المسيح كان كان قيافة اللي هو صهره لحنان فلما تقابل مع حنان الظاهر قيافة حاول يجمع مجموعة من مجمع السنهدريم اللي هو هذا المجمع سبعين شخص مع رئيس الكهنة واحد وسبعين ولكن يعني ليلة الفصح يعني وين يجمع هذا العدد؟ على الاقل لازم يكون 23 شخص. بعدين أجا قيافه وقف المسيح ليحاكم امام قيافه وامام المجمع. المجمع السنهدريم يعني اللي هو بالنهايه اخذ القرار والحكم. وبهاي المحاكمه احبائي اللي هي مهزله المحاكمات انه الديان يقف امام ناس فاسده. جابت شهود زور وشهادات لا تتفق مع أن الشريعة بتقول عشان يكون في شهادات لازم تتفق وأنه لازم يكون برضو تأخذ فترة أنه الشخص الثاني يستج يستجوب الشهود وكل شاهد على حدة بس الحقيقة هم حكموا على المسيح قبل محاكمة المسيح يعني محاكمة شكلية مسرحية عم بيعملوها مهزلة المحاكم وبعدين أحبائي الشهادات لم تتفق أخيرا خلاص يعني ما فيش أي طريقة لازم يعني يحكم على يسوع رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله طبعا هي بحسب شريعة العهد القديم الاستحلاف لازم تتكلم قال له آه أنت ابن المبارك يعني أنت ابن الله قال له نعم أنا هو فبمسرحية مزق ثيابه مع أنه لا يجوز أن يمزق ثيابه يمكن التلمود سمح بحالات استثنائية إذا كان في تهمة تجديف بس يعني موثوق فيها وفعلا مبرهنة بس واضح أنه محاكمة كلها كذب وخداع ورياء أيضا بهذه المسرحية بقول ما فيش داعي للشهود من بفمك تدان يعني انت اللي اتكلمت بس هاي التهمة تهمة التجديف مش كافية انه يخدوه لبيلاطس وهي المحاكمة احبائي كانت يعني كلها غلط اول شيء شهود زور حكموا يسوع بالليل المحاكمة لازم تكون بالنهار القرار مش لازم يطلع بالليل لازم يطلع بالنهار ثم المحاكمة لازم تكون في احدى ساحات الهيكل او غرف الهيكل لكن واضح انه كان المحاكمة مش لازم تكون في العيد وهكذا يعني كسروا كل القوانين حتى يحكموا على يسوع المسيح بس طبعا لازم يلاقوا تهمة اللي يقنعوا فيها بيلاطس